إذا نتواجد هنا، نحن الآن مباشرة في مطار حلب الدولي، هذا المطار الذي سيطرت عليه تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها عبر معركة ردع العدوان كما أسمتها. نرصد لكم الآن هذه المشاهد المباشرة والحصرية من هذا المطار، ونلاحظ انتشار المقاتلين هنا، وهذه هي هنا بوابة ومدخل المطار. طبعا مطار حلب الدولي يعتبر هو ثاني أكبر مطار دولي في سوريا بعد مطار دمشق، ويقع على بعد 10 كيلومتر من مركز محافظة حلب في الاتجاه الشرقي، ويعتبر هذا المطار مركزا مهما للنقل الجوي في سوريا، إذ يربط حلب التي تعتبر العاصمة الاقتصادية بعدة وجهات داخلية وخارجية. وتعتبر هذه السيطرة من قبل تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها هي المرة الأولى أو السيطرة الأولى منذ سنوات الحرب في سوريا منذ 14 عاما. ويصف عسكريون هذه السيطرة بالإنجاز التاريخي والعسكري. طبعا الفصائل المقاتلة بشقيها، سواء كانت تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها عبر معركة ردع العدوان، أو كانت الفصائل الموالية لأنقرة التي أطلقت كذلك عملية فجر الحرية والتي استهدفت ريف حلب الشمالي، حتى هذه اللحظة هذه الفصائل بشقيها سيطرت على 4 مطارات في عموم المناطق التي تشتعل فيها الجبهات في حلب، في حما، وكذلك في إدلب. المطارات هي مطار أبو ظهور ومطار كويرس، وكذلك مطار حلب الدولي، ومطار منغ العسكري الذي يقع بالريف الحلبي الشمالي. من هنا من مطار حلب الدولي لقناتي العربية والحدث، محمد هارون، حلب.